حضرتك الرئيس محمد مرسي، كنا عايزين نعرف علاقة حضرتك بيه ايه؟ الدكتور محمد فرس مرسي دكتور فاضل، انسان استاذ جامعي مفوه، بنلتقي به في المسجد فاطمة شربتلي جنبنا في صلاة الجمعة. وهذا الرجل لا نزكي على الله، فهو انسان فاضل وجار طيب وخلق طيب وخلق دمس الخلق. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. فنأمل في هذا الرجل إن شاء الله خيرا كثيرا للبلاد. وده كان واضح بالأمس في خطابه بعد توليه، بعد الفوز في نتيجة الانتخابات أو إعلان نتيجة الانتخابات. وأعتقد هذا الخطاب كان مغطي جميع شرائح المجتمع، وكان يقدم فيها ضمانات يعني توضيحات لما سيقول عليه الحال في مصر إن شاء الله، لأنه كان في كثير من الناس متخوفة من الإسلاميين ومن جماعات الإخوان ولذلك إحنا نقول يعني نأخذ فرصة 3-4 سنين والشعب يقرر بعد كده إذا كان يستمر أو لا. ومن قبل ما حتى يترشح في الرئاسة وكده رجل كويس، وبيخرج يقول سلام عليكم وداني 50 جنيه، ولاده كويسين، ولما أخذ أولاده كل أدب وكل احترام بينزلوا يقولوا سلام عليكم، ما فيش تكبر ولا فيش أي حاجة خالص. وبنته الصراحة كويسة وبتنزلين أكل وكل حاجة، والناس محترمين. هو ساكن جنبي عامة يعني فيلتين تقريبا، وبيصلي تقريبا في جامعة فاطمة شربتلي معانا، وأنا قابلته مرتين تقريبا، وليا بعض أصدقاء قريبين لي. راجل طيب من حيث الطبع جدا، مفكر كويس، مرتاح في اسلوبه وفي طريقته وفي معاملته، بيحب الناس. الجانب الانساني اكتر حاجه فيه حلوه. كويس ومحترم، والناس اللي هنا، وطبعا قاعد هنا من فتره كده والناس كلها بتشكر فيه، وراجل كويس وبتاع دين، ويعني راجل كويس وبيحقق لنا مطالب الثوره ومطالب الناس وكده. كويس ومعروف من الشرقيه، وانا اعتبر من الشرقيه هنا من مركز مال امني الدقهليه، بس اعتبر حدود على الشرقيه. كويس وراجل بتاع دين، وحتى الناس كلها بتشكر فيه، واحنا ان شاء الله عملنا فيه كتير باذن الله. يعني هيبقى راجل كويس وهيحقق باذن الله امل مصر وامل الثوره وامل الناس كلها. راجل شكله متواضع جدا، اللي حواليه ناس يعني هو خارج من المسجد ما تقدرش تقول ان ده مرشح للرئاسه، كان ياما مرشح للرئاسه، متهيألي الوضع مش هيختلف كتير. قابلته كم مره، اتكلمنا سلمنا على بعض حاجات زي دي، بمر من قدام بيته امبارح في الاحتفالات ما كانتش مقلقة، يعني انت عارف ما عطلتش الدنيا وما منعتش الناس من انها تدخل بيوتها. الاحتفالات بين رغم انها احتفالات عفوية، يعني تخيل بقى لو شفيق اللي كان فايز كان قفل لنا التجمع، لكن الراجل واضح انه بسيط جدا. يمكن دلوقتي لو مريت من قدام البيت مش هتلاقي شيء غير عادي يقول ان هو مرشح الرئاسة. تقريبا يمكن ده بساطته والكلام ده، يمكن الناس هتحب تحبه وانتخابته يمكن لجزء كبير قوي من بساطته. قال ان راجل كويس جدا، وانا صراحه يعني قابلته في صلاه الجمعه جامع فاطمه الشربتلي، راجل متواضع جدا يعني لا بيمشي بحرس ولا حاجه، وكفايه انه هيطبق الشريعه يعني، بس ده اللي احنا محتاجينه. طيب وبالنسبه لاولاده، انت شفت حد قبل كده من اولاده؟ شفت كان تقريبا مع اصحابي، شفت واحد من عياله بس ما شاء الله يعني الناس كلها بتشكر فيهم، يعني ما سمعتش عنهم حاجه وحشه صراحه لحد دلوقتي.